الشاهد الثاني والعشرون إلى يوم الوقت المعلوم. إلى يوم الوقت المعلوم. الشاهد الثاني والعشرون إلى يوم الوقت المعلوم. نقرأ الشاهد الأول سورة الحجر وبعدها نقرأ سورة الصاد. إذن الشاهد الأول في سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لاحظ هنا التفكير الإبليسي الداعشي، تفكير إبليس الداعشي، غباء إبليس الداعشي، غباء الناصبة، المارقة، الخوارج، جماعة التوحيد الأسطوري التيمي، هنا الغباء. لاحظ لم يلتفت إلى حقيقة الأمر. الله سبحانه وتعالى ماذا قال وما هو الفعل الذي وقع في الخارج؟ يقول فإذا سويته، لا فقط التسوية حتى يقارن، يقول من نار ومن طين، أنا أفضل منه، أنا ابن فلان، أنا سيد وذاك عامي، أنا عربي وذاك أعجمي، أنا شرقي وذاك غربي، هل هذا هو المقياس؟ أنا شيعي وذاك سني، هل هذا هو المقياس؟ لا، يوجد خصوصية، الله سبحانه وتعالى جعل خصوصية للطين، للعربي أو للأعجمي، للشرقي أو للغربي، فبهذه الخصوصية حصل التمييز، حصل التشريف، حصل الإكرام. التفت فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، إذن سواه ونفخ فيه من روحي، بهذا العمل، بهذا الإجراء، بهذا الفعل المركب من جزئين، التسوية والنفخ، وليس مطلق النفخ وإنما النفخ من روح الله. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هنا يقول فقعوا له ساجدين، لم يقل فإذا سويته فقعوا له ساجدين. طبعا هو حتى لو قال فإذا سويته فقعوا له ساجدين، يعني أيضا الله سبحانه وتعالى يقول له تسجد ليس للطين وإنما تسجد امتثالا للأمر من الله سبحانه وتعالى، وهذا كافي حتى لو كانت أفضلية للنار على الطين. إذن عليك أن تمتثل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الكائنات، أشرف الموجودات، حتى يتقرب إلى الله، وباقي الأنبياء حتى يتقربوا إلى الله. ما هو أفضل موقف وأقرب موقف إلى الله في العبادة؟ طبعا العبادة أقرب شيء يكون فيها العبد إلى الله، لكن ما هو أقرب موقف وأقرب موضع وأشرف موضع وأهم موضع وأصدق موضع للقرب؟ الهيئة من العبادة، السجود. النبي أفضل من الأرض ويسجد على الأرض، وبهذا السجود على الأرض جعله الله سبحانه وتعالى هذا أفضل موضع وأفضل هيئة وأحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى في السجود، في طور الطين والترابية. إذن نقول حتى لو لم يحصل النفخ، لكن مجرد الأمر من الله بالسجود يجب السجود. فكيف إذا مع التسوية مع الطين حصل النفخ من روح الله؟ يقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، يعني هذا القياس قياس باطل. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. نحن لا ندعو دعوة تعصبية لأهل البيت سلام الله عليهم لوجود الأمر الإلهي
بوجود الأمر النبوي الذي لا ينطق صاحبه سلام الله عليه عن هوى، قال كرموا أهل البيت، شرفوا أهل البيت، التزموا بأهل البيت، اقتدوا بأهل البيت، اتبعوا أهل البيت. نحن امتثالا للأمر، ليس لأهل البيت بما هم أهل البيت. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. إلى أي شيء؟ هل الله سبحانه وتعالى وعده الآن أن يبقيه إلى يوم يبعثون؟ لا. قال فإنك من المنظرين، لو كان إلى الوقت إلى يوم يبعثون لا يحتاج بعد هذا إلى إضافة. قال فإنك من المنظرين، ينتهي الأمر. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، ينتهي أو لا ينتهي؟ معنى ينتهي. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. التفت جيدا، الآن لست في مقام الدخول في فقه وتفسير وتأويل الآيات، أنا فقط أريد أن أتي بالشاهد. لكن أيضا يعني هل يقبل بأن الله سبحانه وتعالى يؤكد على ما ذكره إبليس؟ إبليس قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، يأتي الله سبحانه وتعالى جل وعلا يؤكد ويكرر كلام إبليس وبعبارة أخرى. هذا الكلام لمن يقول بأن يوم يبعثون هو نفس الوقت المعلوم، الوقت المعلوم هو يوم يبعثون، حتى نطرح هذا المعنى من أول الأمر. يقول قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، لكن ليس لي يوم يبعثون، إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إلا عبادك منهم المخلصين، التفت، المخلصين غير المخلصين. إذن تدخل إلهي في هذا الأمر، اختيار إلهي للإمامة للوصية. لماذا تعتبون علينا؟ لماذا نكفر؟ هذا هو القرآن. القرآن يصرح بأنه يوجد خصوصية للإمام، للخليفة، لآدم، لخليفة الأرض من الله، يوجد جعل تكويني. إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. سورة الحجر.